علاقة تربط لطف البصارة بهذه الكاميرا التي يحتفظ بها منذ 16 عاماً. تحول خلالها من هاول للتصوير إلى أحد أهم المصورين الموثقين للحياة الفطرية وتنوعها في جزيرة دارين شرقي السعودية. عزيز علي، ولهذا أنا محتفظ فيها لحد الآن موجودة. تعرف الواحد في البداية ما يبغى ياخذ شيء غالي زين، وبعدين يشوف نفسه متنحي عن التصوير. فأخذت نوعية تكون مناسبة لي أنا وسعرها معقول. انبسطت فيها في البداية جدا وكانت تعطيني نتائج حلوة. لما شفت نفسي خلاص بواصل التصوير. لا يخفي لطفي إعجابه الشديد بالطيور البحرية والبرية، أبرزها طائر الفلامينغو الذي يجمع بحسب وصفه بين جمال الشكل وفن الرقص. طائر الفلامينغو من الطيور الجميلة جدا جدا، فمع الحركة طير مع طير ثاني تتقاطع الأرجل حقهم زين وتشكل أشكال هندسية جميلة، بالإضافة إلى العنق حقه أو الرقبة. شوف كيف لما تتشكل أشكال جميلة على شكل ثمانية، على شكل قلب، على شكل عناق، وأشياء يعني أخرى جميلة جدا. اعتاد البصارة أن يستثمر مختلف الفعاليات لعرض أعماله الفوتوغرافية سعياً لنشر الوعي بأهمية الحياة الفطرية، لعل ذلك يدفع إلى مزيد من الممارسات التي تشجع الحفاظ على المناطق الطبيعية. الصور طبعاً أحتفظ فيها وأشارك فيها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأشارك فيها في المعارض متخصصة للطيور، تقريباً 4 معارض على مستوى المنطقة الشرقية، معرضين في القطيف ومعرض في الدمام ومعرض في الأحساء متخصص في الطيور، فهذه جزء من مهمة التصوير. تعدد المناطق الإحيائية في مدن الساحل الشرقي التي تعد مقصداً للطيور المهاجرة وموطناً للعديد من الطيور البحرية والبرية تفتح باباً للمصورين الفوتوغرافيين في توثيق الحياة الفطرية والتنوع البيئي في السعودية. من القطيف، علي اللغبي، العربية.